المشاركه ديال هذا العام هي بالفيلم ديال مراكيه حاره من اخراج هشام عسري. صراحه افتخر بزاف انني شارك في هذا الفيلم مع هذه ليكيب هذه في هذا المهرجان صراحه اللي كيشرفنا كمغاربه قبل نكونوا كفنانين تنظم عندنا مهرجان كبير بحال هكا. كنت مفتخر بزاف وصراحه كنتمنى الفيلم يدوز زوين باش من بعد تكون صورتي للبيبليك كامل يشوفوا ان شاء الله. يمكن العقل اللاواعي ديالي رجاوي دوك هادشي علاش اختار الاخضر، حسيت به ممكن نكون انا قريب ليا شويه صافي هادشي علاش لبست الاخضر. زوين بزاف، انا خدمت مع هشام بزاف ديال لي بروجي من غير هذا الفيلم، خدمت معاه في التلفازه وخدمت معاه في الويب، دونك ديما كنكون فرحان اني خدام معاه. كيعجبني العالم ديالو، كيعجبني كيفاش كيشوف السينما وكيفاش كيشوف هاد لاغ كامل اون جينيرال. عمل ان شاء الله في رمضان ان شاء الله جوج لي ميني سيغي واحد لا سيغي ان شاء الله، كنتمنى يدوز مزيانه وتعجب الجمهور المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.